هادشي هاد الجماعة خاصها دير لينا الحل ولا بد من الحل هاد الجماعات ما يمكنش الجماعة قد الخلا وما ديرش الحل هاد الجماعة قد الخلا وما ديرش لينا الحل معكم الاسم النافر عثمان تاجر في السوق ودابا كنتقساو من هاد السوق هذا ما بين الليلة وضحاها تنتقساو تجري علينا المخزن وهاد الجماعة هادي ما بغاتش دير لنا الحل اللي هاد الناس هادو كلشي شحال من واحد هاد الناس هادو الناس راه كاينه اللي عندها سبعه الدراري خمسه الدراري يصبحوا من الان غيصبحوا من الغد يصبح كلشي يصبح جالس الناس هاد الجماعه ما بغاش يدير معنا الحل هاد الرئيس ما بغاش يدير معنا الحل تنجيو نهار لا تنجيو عنده هاد الرئيس ما باغيش يدير معنا حنا تنطالبوا الا بالحل يدير معنا شي حل لهاد السوق هذا حنا راه من وعينا في هاد السوق راه اكثر من 36 عام وحنا في هاد السوق هاد السوق تيتباع في هاد الجامعه هادي كنخلصوا الواجبات ديالنا تنخلصوا السنك كنخلصوا اي حاجه في السوق وصبحنا مقصيين من هاد السوق هذا علمونا بان كاين البديل واش ما كاين لا بديل لا والو ما عطاناش شي واحد شي وجه اللي غيجي يوقف معنا ولا شي حاجه سوق الجمله هذا كنهضروا على سوق الجمله حنا تقسينا من هاد السوق شو شحال من هاد الناس هادو شو شحال من واحد كل شيء منطقه الناس كلهم فلاحه كنوجهوا للرئيس كنوجهوا لاي واحد اي مسؤول كنوجهوا لهاد الرساله هادي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جينا حنا دابا عندنا السوق هذا القريب من واحد 30 عام واكثر اكثر عاشوا فيه الاجداد ديالنا كان عندنا اول سوق لحد حدا البطوار حدا المزاره جديده اول حاجه حيدونا السوق لحد قالنا غنعوضوا لكم شي سوق بعد ما السوق لحد بقينا في السوق ديال المارشي خدامين والناس معيشه الوليدات بزاف والناس القريبه من الدوار كامل منو كيعيش هذاك الدوار ماشي دوار اللي قرات بزاف ديال القريات اللي كيعيشوا الناس بعاد مساكن كيجيو كاين اللي كيشري 10 صنادق 20 صندوق منهم كاين اللي تيجي بكروسه وحده وعنده خمسه الوليدات اربعه منو كيعيش هذاك المارشي ودابا حنا اللي كنطلبوا ما كنطلبوش العنف اللي غنبيعوا حنا نخلصوا القانون الواجب نخلصوه غير نبقاو مستقرين دابا السلطه كتكرفص فينا كيجريو علينا واليوم الشتاء كيكرفصونا والسلعه وكاين الناس مضروره الناس كاين اللي كيبكي وحنا ماشي ضد هاد الناس المسؤولين لا حنا بغينا يديرونا في شي بلاصه اللي نستقروا فيها باش غير نعيشوا الوليدات انا بيدي كتشوف ما كنخدمش وعندي جوج وليدات ما خداميش بجوج وعندنا 3000 مترو منها كنعيش والله عندي كارو والعود منهم كنجيب 10 صنادق باش نعيش انا دابا اضطريت هاد السلعه كتباع هنا وكتمشي لاي مارشي السوق دابا ما شتونا ما بغاوناش كاع نمشيو شي سوق كاع والسوق اللي غنمشي ليه انا دابا عندي 10 صنادق ولا 20 صندوق عندي العود والكروسه قال لك تمشي الرباط او تمشي السلا بعيد عليا باش نمشي ولا بغيت نكري هذيك الفلوس اللي غندي ما تقدنيش الناس زعما مضرورين ودابا السلطه كتكرفص في الناس ودابا يعطيهم شي بلاصه يستقرها هو المارشي ما كاينش بلاصنا فين نمشيو لما كتحمل المسؤوليه كنحملوها الناس المسؤولين ديال الجامعه الرئيس والاعضاء كلهم خاصهم يوقفوا في جنبنا حنا النهار كنا نوقفوا معاهم ويجيو لعندنا دابا ما قلبوا علينا ما كاينش اللي كيعقل عليك مضرورين كلشي ها هو الرئيس حنا محتاجين به يريح معنا لو يقول لنا كلام طيب ما تواصلنا معاه جا قال لك غد سير واحد الساعه ونص ورد عليكم جات السلطه كتجري علينا ما كاين حتى حاجه حنا بغينا يجلس معنا يقول لنا كلام حنا نقولوا ليه كلام طيب واستقبلنا لان راه عنده هو مسؤوليه دال على الخير فاعله والمغيطيه بجي حنا كنطالبوا بالمارشي حنا كنعايشين فيه راه بغا يحيدوا لينا ما لقاونا حطوا فيه حطوا لينا حنا كان ولا حيدوا لنا المارشي كنطالبوا يديروا لنا شي فين نبيعوا السلعه كنا كنخلصوا فيه الصنك ديال الجامعه اللي كتخلص فيه وراه تقريبا شي 27 سنه كنا حنا خدام في المارشي 27 سنه خلصوا الصنك حنا تنطالبوا المارشي دابا يديروا لنا فين نبيعوا السلعه داخلين في نبيعوا السلعه كنطالبوا المارشي مارشي فين نبيعوا السلعه في الفلاحه كاين اللي كيجي ب 10 كيجي ب 15 حنا كنطالبوا السلعه كنبيعوا نشريو في المارشي هنا ما لقاونا فين خلاونا فين نحطوا السلعه والو كاع كيجروا لنا المخزن يومي كيجروا لنا المخزن ما خلاونا كنجيو للجامعه كنطالبوا الحق ديالنا ما كاينش شي تطلع علينا كاع الجامعه هي اللي كتحمل المسؤوليه اللي مكلفه في المارشي هي اللي كتبيع المارشي حنا كنا ديما الجامعه هي اللي مكلفه في المارشي وهي اللي خصصوا بينا الحل ديالنا شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.